واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المناطق السكنية والمدنيين في قطاع غزة مخلفاً مئات الشهداء والجرحى، حيث استهدفت قوات الاحتلال مناطق عدة بحي الشجاعية وحي درج ومنطقة الصحابة والنصر والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وحي الزيتون شرق مدينة غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الشهداء والجرحى نتيجة تواصل القصف. أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية إلى 44 شهيدا، واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على أحياء سكنية عدة في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع. كما قصفت قوات الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة ونصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رفح الفلسطينية منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. مرحبا منى، ما هو جديد الخريطة الإسرائيلية لغاراتها المتواصلة على قطاع غزة ولا سيما في جنوبي القطاع؟ تحياتي وتحياتي لجميع المشاهدين. بطبيعة الحال ما زالت الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة على اختلافها، وربما في مناطق الجنوب نتحدث عن زيادة في وارتفاع في وتيرة الاستهدافات إن كان تجاه المنازل أو حتى تجاه الأهداف المختلفة. ربما أيضا من المفيد أن نتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا عبر طيران الاستطلاع ما زال يقنص عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بعض أماكن القصف. بطبيعة الحال عدد من الأماكن التي يعتبر الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق أمنية مغلقة تم استهداف مواطنين كثر فيها. قبل قليل تم استهداف عدد من الصحفيين، كان معهم أيضا مراسل ومصور قناة الجزيرة أثناء تغطيتهم في إحدى المناطق في خان يونس. تم استهدافهم بصاروخ عبر آلة طيران استطلاع، وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مواطنون كانوا يتجولون أو يتواجدون في مناطق من المفترض بأنها آمنة أو حتى أنها انتهت فيها الأحداث، ولكن أيضا يتم استهدافهم بشكل مباشر. عمليا الاستهدافات في منطقة خان يونس أيضا في منطقة رفح ما زالت تستهدف عدد من إن كان المنازل إن كان أيضا من يعني مراكز الإيواء، وهذا أمر لافت. وربما خلال الأيام الأخيرة أصبحت ظاهرة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مراكز الإيواء. قبل قليل أيضا كان هناك حديث عن استهداف مدرسة للإيواء تحديدا في منطقة مدينة غزة، وهي مدرسة اليرموك التي كان يأوي إليها عدد كبير من النازحين الذين خرجوا من منازلهم من مناطق شرق مدينة جباليا نحو هذه المنطقة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قام باقتحام هذه المدرسة، وهو الآن يقوم باعتقال المواطنين وتحديدا الشبان، بالإضافة إلى يعني دفعهم لنزع ملابسهم بشكل كامل والتحقيق معهم واقتيادهم إلى أماكن غير معروفة. هذا بالإضافة إلى الاستهدافات التي ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى الاشتباكات. عملية الاشتباكات ما زالت يعني تطال عدد من المناطق في والمحاور على مستوى قطاع غزة من الشمال وإلى الجنوب، ولكن ربما اللافت في هذا اليوم تحديدا هو امتداد هذه الاشتباكات لتصل إلى مناطق شرق محافظة رفح. ربما سابقا كانت تحدث استهدافات من قبل المدفعية العسكرية تجاه هذه المناطق، لكن اليوم نتحدث عن امتداد هذه الاشتباكات التي كانت قد وصلت إلى مناطق الشرقية لخان يونس، ومنها ومن هذه المداخل تحديدا دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعتاده وألياته إلى وسط مدينة خان يونس أو محافظة خان يونس. الآن على ما يبدو بأن رفح تتعرض لذات السيناريو الذي تعرضت له باقي المناطق.
حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد كبير من المنازل بين الوقت والآخر في مناطقها المختلفة، حتى ما كان يتحدث عن أنها مناطق آمنة. هذا بالإضافة إلى أنه يعني أيضا ما زال يستهدف يعني إلى جانب استهدافه لهذه المناطق ما زال يتقدم في محاور عدة، فيما يبدو بأنه محاول للتقدم أو فصل بشكل كامل منطقة خان يونس عن منطقة رفح. هذا السيناريو الذي يتم العمل عليه الآن. فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، يعني نحن نتحدث عن امتلاء كامل بالمصابين وجثامين الشهداء في مختلف مستشفيات قطاع غزة حتى مستشفيات الجنوب. نحن نتحدث عن واقع خطير جدا يشهد الآن مستشفى ناصر أو مجمع ناصر الطبي، هذا المجمع الذي كان يستقبل الأعداد الأكبر من المصابين والذين تجرى لهم عمليات داخل هذا المستشفى، من تم إخلاءهم من مستشفى الشفاء ومستشفى الأندونيسي بالإضافة إلى المعمداني ومستشفى العودة شمال قطاع غزة وأيضا مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر. كل هذه المستشفيات وغيرها كانت تصب في مستشفى ومجمع ناصر الطبي الذي الآن هو الاحتلال الإسرائيلي يحاول محاصرته بشكل كامل. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني خطورة كبيرة في هذا الوضع، لأن من تم إخلاءهم من هذه المستشفيات تم إخلاءهم إلى مجمع ناصر الطبي، هناك تجري العمليات وهناك معظم الأطباء يحاولون استئناف عملهم ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يتعلق بالوضع الصحي. ولكن مع اقتراب الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة تجاه مستشفى ناصر، وفيما يبدو بأنها يعني أيام أو ساعات ربما قد تفصلنا عن المشهد تكرار للسيناريو الذي حدث مع مستشفى الشفاء وباقي المستشفيات في حصارها الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال هذه الأحداث الأخيرة، يبدو بأن مستشفى ناصر هو التالي في هذه العملية. الاقتراب من مستشفى ناصر، ونشير هنا إلى أنه المجمع الأكبر في مناطق الجنوب كافة، فيه الأعداد الأكبر، فيه آلاف المواطنين ما بين مصابين ما بين جرحى في داخل ومرضى داخل المستشفى، بين أطباء وكوادر طبية، بين أيضا نازحين وطواقم صحفية وما إلى ذلك. نحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا، وإلى جانب مجمع ناصر الطبي يوجد أيضا مستشفى الميداني الأردني الذي حط رحاله في هذه المنطقة، وهو يستقبل أيضا حالات عديدة، وكان قد تضرر خلال الأيام الأخيرة جراء الاستهدافات المتكررة لطيران الحرب الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية لمحيط مستشفى ناصر الطبي. وبالتالي إذا ما اقترب جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بمحاصرة مجمع ناصر الطبي، نحن نتحدث عن صورة مأساوية جديدة ينتظرها هذا المكان وينتظرها من يتواجدون فيه، وخصوصا أنه عند الحديث عن يعني تنفيذ حصار مطلق، إلى أين من الممكن أن يتم نقل هذه المرة المصابين الذين يتواجدون فيه إلى مكان آخر، كان هو النقطة الأخيرة التي يعني يذهب إليه أو ينقل إليه المواطنين. ما دون ذلك لا يوجد أي حلول أخرى. نعم. فيما يتعلق بالوضع الإنساني لكافة مناطق قطاع غزة، ما زلنا نتحدث عن يعني أن مدينة أو محافظة خان يونس بالإضافة إلى محافظات الوسطى ومدينة غزة والشمال، كل هذه المناطق لا تصلها أي شيء، لا من مساعدات غذائية ولا مساعدات طبية، لا مياه ولا أدوية، وبالتالي نتحدث عن وضع كارثي معه يعني قد يبقى المواطنون أيام قبل أن يعني يحصلوا على شيء لتناوله أو يعني كي يطعموه لأبنائهم. وبالتالي ما زلنا نتحدث عن وضع إنساني شديد الصعوبة في هذا المجال، بينما ربما الاحتلال الإسرائيلي يسمح فقط لمنطقة رفح باستقبال هذه المساعدات، وإن كنا نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من النازحين. التقديرات تتحدث عن مليون نازح في منطقة رفح ومنطقة المواصي، وهي أعداد كبيرة جدا إذا ما أردنا نتحدث عن احتياجاتهم، فنحن بحاجة إلى مئات ربما الشاحنات التي من الممكن أن تقدم لهم. شكرا لك من رفح الفلسطينية منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. ودع سكان خان يونس في غزة أحبائهم الذين استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي. وقالت وسائل أعلام فلسطينية إن الدبابات والطائرات الإسرائيلية كثفت قصفها لشمال غزة وكذلك خان يونس ورفح جنوب القطاع.
استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية ومراكز الإيواء في قطاع غزة على الرغم من تكثيف الدعوات الدولية لها لتقليل الخسائر البشرية من المدنيين. واستقبلت مستشفى ناصر في خان يونس في غزة المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة حيفا التي تأوي النازحين. وأفاد نازحون بأن الدبابات والطائرات الإسرائيلية كثفت قصفها على مدار الليل في خان يونس. ضربونا في المدرسة بتاعت حيفا، ضربونا هناك، وجيراننا اللي معانا كانوا برضه يعني انخبطوا وتأثروا. كنا قاعدين احنا ساعتنا فجنها، الاولاد راحوا بنروح على الحمام، الا ما شفنا الا الهواء انخبطت، واحنا كنا جوات الاوضه قاعدين. اللي هم على الاولاد الاثنين الكبار ارتدخوا ارتموا، طلعت اشوفهم انا اللي هي يوم اجى الهبو تبع الهوايه اجى في رجلي الشظايا وهان أنا حاسة. في كانوا طول الليل الدبابات ما كنت ولا ونت، وهي فوق صواريخ قوية قوية قوية، وإحنا ندعي ندعي ندعي. يستمر لليوم الثاني على التوالي الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كافة في وسط وجنوب قطاع غزة وعلى أجزاء من مدينة غزة بسبب العدوان الإسرائيلي. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في وسط وجنوبي قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبتواقمها العاملة هناك كافة في ظل قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي غزة، مبينة أن الجندي القتيل قائد دبابة في الكتيبة رقم 9. هذا وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل أحد جنوده خلال المعارك البرية جنوب قطاع غزة. كما أفاد جيش الاحتلال بأن عناصر قواته الخاصة انتشلت جثث 3 إسرائيليين، بينهم جنديان 2 كانا محتجزا لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وكانت الفصائل الفلسطينية قالت إنها قتلت 10 على الأقل من جيش الاحتلال في استهداف بحي الشجاعية في غزة. أجل جيش الاحتلال اقتحام حي الشجاعية بمدينة غزة أكثر من مرة وفقا لتقارير إسرائيلية، نظرا لتعرض قوات الاحتلال لوابل من الصواريخ المضادة. ويتمركز في حي الشجاعية أعداد كبيرة من الفصائل الفلسطينية، ما جعله هدفا عسكريا لغارات جيش الاحتلال من أجل القضاء على هذه الفصائل. كتيبة الشجاعية كتيبة مختارة، لا يهرب أفرادها ويقاتلون دفاعا عن بيوتهم حتى الموت. بهذه الكلمات صور نائب قائد لواء النخبة جولاني بجيش الاحتلال إيهود مويال الصراع بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية داخل حي الشجاعية، أحد أكبر أحياء مدينة غزة، الذي تأجل اقتحامه وفق تقارير إسرائيلية أكثر من مرة نظراً لضراوة القتال وتعرض قوات الاحتلال لوابل من الصواريخ المضادة، مما يحول المهمة إلى أمر معقد. صعوبة المعركة في حي الشجاعية الذي يقع بالنصف الشمالي من القطاع تثير تساؤلات حول مدى أهمية القتال لدى الاحتلال وتركيزه المستميت في منطقة الشجاعية التي تعتبرها إسرائيل هدفاً استراتيجياً تأمل تحقيقه. تاريخ الشجاعية الذي يعد البوابة الشرقية لغزة يعكس مدى صعوبة القتال في تلك المنطقة ذات 8 ملايين متر مربع ويقطنها نحو 150,000 نسمة، والتي تضم كتيبة الشجاعية التي يقودها أبرز مقاتلي الفصائل الفلسطينية الذين يخوضون المعارك في غزة أمام الاحتلال الإسرائيلي. كما يمثل حي الشجاعية المقر الرئيسي للفصائل الفلسطينية والمعقل الأول لبداياتها،
ما دعا إسرائيل لوضعه كهدف عسكري لغاراتها ومحاولة اجتياحه برياً، فقصفه الاحتلال من الجو بأكثر من 60 صاروخاً محت مربعات سكنية بشكل كامل وخلفت مئات الشهداء والجرحى ودفن العشرات تحت الأنقاض. احتدام القتال وضراوته في الشجاعية وصل إلى مسامع الإعلام الإسرائيلي الذي وصف المعركة في شرق غزة بالأصعب والأعنف على جيش الاحتلال، الساعي للثأر من الفصائل الفلسطينية التي أسرت لواء جولانيا من جيش الاحتلال في المنطقة ذاتها عام 2014، لتظل وصمة عار على جبين إسرائيل تذكرها بخيبتها في هذا الحي الذي يسبب لها عقدة نفسية على مدار تاريخ حافل بالصراعات. في الشجاعية تروى قصة عن صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال، وفيها أيضاً تروي دماء الفلسطينيين أرضهم، فلا تملأها إلا ثباتاً على المطالبة بحقهم فدونه الموت. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرقم الحقيقي للإصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال وفق المستشفيات هي أعلى بكثير مما ينشره الجيش. كانت صحيفة هارتس العبرية أشارت في وقت سابق إلى أن ما تم إعلانه في المستشفيات الإسرائيلية يفوق 5000 مصاب، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة 1500 حالة فقط. أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتقد بوجود 132 محتجزا لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، منهم 112 يعتقد أنهم على قيد الحياة بالإضافة إلى 20 جثة. ونقلت شبكة CNN عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل تعتبر أن من توفوا ما زالوا أسرى، فضلا عن أن من بين المحتجزين 11 أجنبيا. كما أشار مكتب نتنياهو إلى إطلاق سراح 110 أحياء هم 86 إسرائيليا و24 أجنبيا في عمليات تبادل أسرى ومحتجزين مع الفصائل الفلسطينية. أعلن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو أنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل. كان إلياهو صرح سابقا بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، ولكن هذا التصريح قوبل بتنديد دولي. أعلن رئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ رفضه لحل الدولتين في أعقاب الصراع الأخير في غزة. وأشار هيرتسوغ إلى أن مناقشة إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر سابق لأوانه نظرا للمخاوف الأمنية السائدة في البلاد بعد عملية طوفان الأقصى بحسب تعبيره. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن إحصاءاته الأولية تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 25,000 فلسطيني في غزة، بينهم حوالي 10,000 طفل منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي تقرير له اليوم أوضح المرصد أن هذه الإحصاءات تشمل آلافا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع، مشيرا إلى أنه لا يزال مئات آخرون من المفقودين تحت الأنقاض أو جثث في الطرقات ويتعذر انتشالها. كما أفاد التقرير بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير مرافق البنية التحتية في القطاع. كما أضاف المرصد أن إسرائيل استهدفت المدارس والمنشآت الصناعية والمرافق الصحية ودور العبادة بغزة.
استمرار الحرب في غزة يواجه سكان القطاع مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة وسط انهيار المنظومة الصحية. وحذرت العديد من المنظمات الأممية والدولية من صعوبة مواجهة تلك الأوبئة في ظل افتقار سكان غزة للغذاء والمياه النظيفة والمأوى. مشهد قاتم يخيم على قطاع غزة الذي لا يعلم سكانه إلى أين يفرون، فإن نجوا من الموت برصاص الاحتلال الإسرائيلي سيجدون أنفسهم أمام خطر آخر يهدد حياتهم، أو القاتل الصامت كما وصفه الكثيرون وهو المرض. عاصفة كاملة من الأمراض الفتاكة تواجه غزة، هكذا وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الوضع الراهن، متسائلة إلى أي مدى سيزداد الأمر سوءاً. فالملاجئ التي تكتظ بآلاف النازحين بحثاً عن ملاذ آمن أغلبها غير مجهزة، فلا يوجد مياه صالحة للشرب أو إمدادات طبية أو كهرباء أو تدفئة. فبسبب انهيار جميع الأنظمة والخدمات في قطاع غزة جراء الحرب لم يعد هناك مفر من انتشار الأوبئة، فوقع مئات الآلاف في براثن الإصابة بالأمراض. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن حالات الإصابة بالأمراض المعوية بين الأطفال دون سن الخامسة قفزت بنسبة 66% في الفترة منذ أواخر نوفمبر الماضي، فيما زادت بنسبة 55% بين باقي سكان غزة في الفترة نفسها. أما منظمة أطباء بلا حدود فتوقعت انتشار وباء يشبه الزحار في أنحاء غزة إذا تواصلت هذه الوتيرة من حالات الإصابة، محذرة من أن المنظمات الإنسانية لن تكون قادرة على مواجهة تلك الأوبئة. أطباء وباحثون أكاديميون حذروا من تزايد عوامل مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة، ومن بين عوامل الخطر والاكتظاظ وعدم كفاية المياه والصرف الصحي مع استمرار الحرب في غزة. تحذيرات ومناشدات لإنقاذ ما تبقى على قيد الحياة، ولكن لا صوت ولا صدى، وكأن العالم لا يسمع ولا يرى معاناة قاسية لا يتحملها بشر. ووسط كل ذلك يضرب الغزيون أسمى قصص الصمود والشجاعة، متشبثين بأرضهم حتى آخر نفس. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلال مؤتمر صحفي أكد سوليفان أن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل على أن القتال في غزة سيستغرق أشهر، ولكن وفق مراحل مختلفة. كما أشار إلى أن محادثاته مع القادة الإسرائيليين ركزت على ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة. كما أضاف أن واشنطن ستركز مع المسؤولين الإسرائيليين على طبيعة العمليات العسكرية وأنواع الذخيرة المستخدمة. في مقابلة على التلفاز عندما كان يتعلق الأمر بالحرب ضد حماس، بالفعل نحن نتفق بأن هذه الحرب يمكن أن تأخذ شهور. هذه الحرب ضد هذه المجموعة الإرهابية سوف تأخذ الوقت، وسوف يحدث ذلك خلال مراحل. قد قمنا بذكر ذلك منذ البداية، وكذلك ليس هناك تضارب بين الموقفين، وأيضا في المراحل المختلفة سوف تأخذ أيضا المواطئ في الهجمات المختلفة. نحن قد كان لدينا محادثة حثيثة فيما يتعلق بهذه الظروف والإطار الزمني، وسوف نستمر في هذه المحادثة. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ملتزمة بجهود الأمن والسلام لدى الفلسطينيين في المنطقة. وشدد سوليفان على ضرورة التوصل إلى اتفاق يفضي لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. عندما يتعلق الأمر بالسلطة الفلسطينية لا يمكنني أن أقوم بتخصيص أو التحدث عن خصائص هذا المستوى. على المستوى الخاص بنا نحن نعلم بأنه يجب أن يكون ذلك تمثيل للفلسطينيين، وهم يمثلون الفلسطينيين، وهذا سوف يتطلب العمل الحثيث من الجميع، ويبدأ ذلك من الرئيس عباس الذي سوف أذهب لرؤيته. وبطريقة
ولكن بطبيعة الحال أيضا الممثلين الذين هم أيضا يمثلون القادة والقادة الذين يعملون على الخطوات التي يحتاجون إلى اتخاذها لتحديث وإعطاء التطورات سوف تكون الولايات المتحدة شريكة لهم بطريقة موقرة وسوف نحاول دعم جميع الجهود لوضع رؤية يمكننا أن نتأكد من أمان فلسطين والأمن الوطني. أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في رام الله. كما أشار البيت الأبيض إلى أن سوليفان سيناقش إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين. وخلال تصريحات صحفية قال سوليفان إن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية جرى إصلاحها. توقع رئيس الاستخبارات بجيش الاحتلال الإسرائيلي أهارون حليفة أن تستمر الحرب على قطاع غزة عدة أشهر على الأقل. وخلال لقائه مع عدد من القادة العسكريين لتقييم الأوضاع في حي الرمال في غزة شدد حليفة على ضرورة استمرار الحرب حتى يتم القضاء على الفصائل الفلسطينية. أفادت مجلة بوليتيكو الأمريكية بأن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية وتضع تقديرات مفصلة لتحركات كل من إسرائيل وحماس العسكرية في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. كما أشارت المجلة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن المعلومات والتقديرات تشمل أهداف إسرائيل وحماس والأسلحة التي يستخدمها كل طرف والعدد المرجح للقتلى في صفوف الطرفين. كما أضافت أن ذلك ربما يوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتحدث من واقع معلومات لديه عندما أكد الثلاثاء أن إسرائيل تنتهج سياسة القصف العشوائي في القطاع وهي مخالفة للقانون الدولي الإنساني. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن الغارات المكثفة والعملية البرية الواسعة في قطاع غزة ستستكمل خلال 2 أو 3 أسابيع. وأشارت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن اكتمال المرحلة الحالية من الحرب لا يعني نهاية العمليات القتالية في قطاع غزة، لكنه سيؤدي إلى خفض كثافة القصف والتركيز على غارات مستهدفة. أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عن أسفه من استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي والذي يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة. هذا وطالب شتية واشنطن بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وتجنب قتل المزيد من المدنيين، فضلا عن السماح بدخول المساعدات الدولية لقطاع غزة ليس فقط من معبر رفح وإنما من مناطق الدخول الأخرى من أجل إنقاذ الفلسطينيين بالقطاع. هناك العديد من القضايا التي يمكن للولايات المتحدة أن تعمل عليها. القضية الأولى هي دعوة إسرائيل إلى وقف الحرب على غزة. لقد ظلت الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى تجنب قتل المدنيين وما إلى ذلك. لا يمكنكم تجنب قتل المدنيين إذا واصلتم الحرب. لقد كان من المؤسف استخدام واشنطن حق النقد الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار. القضية المهمة الثانية هي أن الذين نجوا من القصف الإسرائيلي يموتون جوعاً حتى الموت، وهناك من يموتون متأثرين بجراحهم. لذلك نحن بحاجة إلى مساعدات دولية للدخول إلى غزة، وليس فقط معبر رفح، بل هناك 5 معابر للقطاع يمكن للولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الدولية من خلالها. أكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل ضرورة أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية طالب حمايل الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تحيزها للاحتلال الإسرائيلي. في فلسطيني وبرجع لإدارة حكم قطاع غزة على ظهر دبابة إسرائيلية. يعني هذا الموضوع بالنسبة لنا منهي الحديث فيه. هناك اليوم قصة هذه الضررة ما في العيون إدارة قطاع غزة، هذا أمر مرفوض يا أخي الكريم. اليوم مطلوبا يكون بعد هذه التضحيات حلا شاملا للقضية الفلسطينية.
اليوم احنا بدنا دولة فلسطينية، لانه انت عمليا اليوم هدوء بكرة حرب اذا بقي الامر بهذه الطريقة وبقي هذا التلكؤ الدولي وبقي هذا التحيز من قبل الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال. قد حضرنا منذ اليوم الأول بأن ما تقوم به إسرائيل هو خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم وليس فقط على الشعب الفلسطيني. محاولات إسرائيلية مستمرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم عبر سياسات فرض الأمر الواقع من خلال ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. السياسات الإسرائيلية قوبلت بصمود منقطع النظير من أصحاب الأرض الذين تمسكوا بأرضهم رغم جرائم الاحتلال. المزيد في سياق هذا العرض مع دام الكردي. صمود فلسطيني متجدد تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل ضد محاولات إسرائيلية مستمرة لإخراج أهل البلاد منها. خطط التهجير الإسرائيلي لسكان الأرض بزغت عام 1917 بإعلان أعطاه من لا يملك الأرض لمن لا يستحقها. رفض أهل الأرض الاستسلام لحكومة الأمر الواقع، وظهرت الثورة العربية في 1936 ضد الاستعمار البريطاني وضد التوسع الاستيطاني الصهيوني. ومع الرفض الفلسطيني لم يجد الأخيران بداً إلا بسحق الثورة العربية عام 1939 مع العمل على زيادة أعداد اليهود الوافدين ليصل عددهم وقتها إلى 40,000 شخص. ومع استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية خرجت الأمم المتحدة بخطة في 29 من نوفمبر عام 1947 لتقسيم أرض فلسطين لدولتين سيطر فيها اليهود المستقدمون في أغلبهم من الخارج على 55% من الأراضي، بينما حصل العرب أهل الأرض وثلث السكان على الباقي. قوبل التقسيم برفض عربي، بينما قوبل من قبل العصابات الصهيونية بمزيد من الحملات للاستيلاء على الأرض ليتمم عام 48 بالسيطرة على عشرات المدن والقرى الفلسطينية وطرد سكانها منها بالقوة برعاية من الانتداب البريطاني. وما إن أنهى الانتداب أيامه حتى أعلنت إسرائيل قيامها وأصبح أهل الأرض الفلسطينيون مواطنون بلا دولة، فخرج منهم من خرج إلى الضفة الغربية وإلى غزة، وسكن آخرون في مخيمات لجوء في الأردن وسوريا ولبنان، بينما تمسك 160,000 بأرضهم داخل إسرائيل المعلنة رغم القتل والتدمير. واليوم ومع عدوان إسرائيلي سافر وكاسح لا يعرف طفلا أو شيخا أو امرأة، لا يرحم صغيرا أو كبيرا، تخرج إسرائيل بخططها وأفعالها الاستفزازية المعلنة والمستترة محاولة مرة أخرى تهجير من تبقى من الفلسطينيين ما تبقى لهم من أرضهم. لكن مع كل هذه الخطط ووسط الصمت الدولي والعجز الأممي عن تحجيم الطموح الاستيطاني الإسرائيلي وكف يد إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية، يأبى الفلسطينيون التنازل عن أرضهم وتراثهم وتاريخهم. الآن معنا على الهواء من لندن كلوديا ويب، عضو البرلمان البريطاني وعضو حزب العمال. سيدة كلوديا، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن لدينا المملكة المتحدة و12 دولة آخرين يحذروا أو يطالبوا إسرائيل باتخاذ خطوات فورية للتصدي لعنف المستوطنين. كيف ترصدون الوضع في الضفة الغربية، وإلى أي مدى هو ربما خطر ومرشح للانفجار؟ الوضع في الضفة الغربية هو في موضع صعب، إن الشعب الفلسطيني لابد أن يحظى بالحماية الكاملة، ولكن هذا لا يحدث، فلا يجب أن يكون هناك ذلك الهجوم من قبل المجتمع المستوطنين في الضفة الغربية. لابد أن يحظوا بحقوقهم وأن يكونوا محميين، ولكن حقوقهم غير محمية، وهذا أمر سيء، ولذلك يجب أن ندعو بهذا
أنا عضو مستقل في البرلمان في المملكة المتحدة، وأنا أدعو البرلمان أن يقوم بإنهاء هذا العنف وأن يكون هناك وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالوضع الذي يحدث الآن في غزة وفي الضفة الغربية. من الواضح للغاية أن ما يحدث في الضفة الغربية هو هجوم على الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وهذا أمر لا يجب أن يتم الصمت حوله، لا بد من معالجته. نعم، إذن سيدة كلوديا، فيما يتعلق بالوضع في غزة، كيف ترون الآن الوضع، أو كيف ترين أنت الوضع بعد مرور 70 يوما على هذه الحرب؟ كيف نوصفه؟ هل هو إبادة جماعية، أم ما التوصيف الذي ربما تطلقيه على الوضع الآن؟ Well, I've signed a formal complaint. أرى أن هذه لابد أن يكون هناك إحالة للمحكمة الدولية الجنائية من أجل التحقيق ومساءلة إسرائيل على جرائم الحرب التي قد ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، من بينها الإبادة الجماعية ضد البشر، القصف الذي يحدث في غزة هو أمر غير مقبول. 70% من المباني العامة في شمال غزة قد دمرت، وبعض التقديرات يقولون أن 80 أو 90% وحوالي 20,000 مدني قد قتل، من بينهم أكثر من 10,000 طفل. إنها هذا أمر لا يحتمل، وأنهم يجبروهم على الذهاب إلى أماكن أخرى بدون في ظروف مستحيلة. كل هذا قد حدث بسبب الأفعال الإسرائيلية في غزة، وما أرى أن كل هذا يعد جرائم حرب بسبب ذلك القصف والصواريخ، ومما أدى أيضا إلى انتشار الأمراض. لابد وأن يتم حل الوضع، لأن الوضع يزداد سوءا، فالوضع في غزة يحتاج إلى وقف إطلاق النار الفوري، وأيضا رد فعل إنساني فوري، ولكن فقط وقف إطلاق النار الدائم يمكنه أن يعالج الموقف في غزة، وأن يوفر النوع من الإغاثة وتلك الظروف التي قد تؤدي إلى السلام. وكعضو مستقل في البرلمان البريطاني، أنا أطالب البرلمان البريطاني أن يطالب بوقف إطلاق النار، وأطالب من كل الأطراف أن تطالب أيضا بوقف إطلاق النار، وأن تقوم بعمل ضغط دولي لتتأكد أننا سنحظى بهذا الوقف لإطلاق النار، وأنه سيتم حماية الشعب الفلسطيني، لأن الفلسطينيين المدنيين يحتاجون إلى هذا. نعم، أنت ترين سيدة كلوديا أن الحل للوضع في غزة هو وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ربما استحضرت الفيتو لمنع وقف إطلاق النار، وهو القرار الذي صوتت عليه بريطانيا بالامتناع عن التصويت. كيف تعلقين أيضا على هكذا سلوك؟ It is absolutely appalling. إنه بالطبع وضع سيء، لأنها جرائم ضد الإنسانية. من قبل الأمم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إنهم لا يقومون بالضغط المطلوب على حكومة إسرائيل، فلا بد للمملكة المتحدة أن تأخذ إجراءات، فإنها قد امتنعت عن التصويت في لحظة حاسمة. ما قد كان من المهم أن تقوم بالتصويت، وأنا أطالب المملكة المتحدة وأقول أنهم متواطئون في تلك الجريمة التي تقوم بها إسرائيل ضد الإنسانية. إن حكومة بريطانيا ورئيس وزرائها وقادة والمسؤولون هناك والقادة في الحزب العمال قد فشلوا في حماية شعب غزة وفي حماية المجتمع الفلسطيني، إنهم متواطئون في تلك الجرائم ضد الإنسانية.
إنهم متوطئون في جرائم الحرب الخاصة بإسرائيل ضد شعب غزة. وما نشهده حاليا هي جرائم حرب تحدث في الوقت الحالي، وما نحتاجه من حكومة بريطانيا ومن قادة المعارضة ومن كل الأطراف حول العالم أن ينضموا إلى المجتمع الدولي في دعوة لوقف إطلاق النار. فحوالي 80% من الرأي العام البريطاني يود أن يرى وقف إطلاق النار. إن فشل القيادة السياسية للسماع للرأي العام البريطاني والسماع إلى الرأي العام الدولي والمطالب بوقف إطلاق النار هذا أمر محبط وغير عادل أيضا. ولهذا لا يمكن أن نسمح بهذا القصف والقتل أن يستمر. لا يمكننا أن نسمح بتلك المجاعة والوضع المأساوي في غزة أن يستمر، ونحتاج من قادة العالم من القيادة السياسية أن تتخذ خطوات وتفيق مما يحدث. ولقد رأينا ما حدث في الأمم المتحدة حيث أن أكثر من 150 دولة قد وافقت على أهمية وقف إطلاق النار، ثم جاءت الولايات المتحدة وبريطانيا حيث فشلوا في التعاون ومطالب وقف إطلاق النار. المتحدة ألا تقوم بمعارضة مثل هذه الأمور. نحتاج الولايات المتحدة أن تعمل على حل هذا الأمر، وكذلك بريطانيا تحتاج أيضا إلى الوصول إلى حلول عملية لدعم المجتمع في فلسطين ولدعم الرأي العام الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار. نعم، إذن سيدة كلوديا أنت قلتي الآن أو ذكرتي أن 80% من الرأي العام في بريطانيا هو مع وقف إطلاق النار. إذن الحكومة والسلوك الذي ربما تتخذه الحكومة في هذا الملف يتعارض مع ما يريده الشارع. هل هذا يفسر هذه التظاهرات العنيفة التي شهدتها شوارع لندن تحديدا والتي وصفت بأنها الأكبر في العالم؟ نعم، هذا بالطبع ما يحدث. هذه المظاهرات التي يقوم بها الناس بشكل أسبوعي وبشكل منتظم، إنهم يقفون مع الشعب الفلسطيني ويقولون كفى. إن البشائع والجرائم الوحشية التي تفعلها إسرائيل وما قد ما حدث في 7 أكتوبر وتلك الصدمة التي قد تعرضت لها إسرائيل لن تكون أبدا فرصة للسماح بهذا القصف الذي نراه ضد المدنيين في غزة. حتى الآن قد مر 70 يوما ويوجد خسارة كبيرة في حياة المدنيين بسبب القصف الإسرائيلي والقتل الإسرائيلي وتلك المعاملة الهمجية لشعب غزة. هذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن احتماله. إن الوضع الحالي يمثل نكبة جديدة. وفي الواقع نحن نسمع العديد من الوزراء يتحدثون عن نكبة غزة كأنما يقومون بالتخطيط إلى إبادة شعب غزة وأنهم مرعوبين منهم. نحتاج المجتمع المدني أن يستمر بالتظاهر وأنهم سوف يفعلون هذا، سيستمرون بتواجدهم في شوارع بريطانيا وأيضا في شوارع في كافة أرجاء العالم حتى يحدث وقف إطلاق النار وحتى تتحقق العدالة وحتى يحظى الفلسطينيين بالحرية. سوف نستمر كأعضاء مستقلين في البرلمان، سوف نستمر بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ونستمر في التظاهر لوقف إطلاق النار. أنا أقف مع الرأي العام، أغلبيتهم يريدون وقف إطلاق النار ويريدون أن يتم وقف تلك الحرب ضد الإنسانية. إنهم يريدون أن يروا السلام ويريدون أن يروا فلسطين حرة. ولكن أيضا إنهم قبل كل هذا يريدون أن يروا وقف إطلاق النار دائم
وهذا ما يجب أن يحدث، ونحتاج المملكة المتحدة أن تتوقف عن الامتناع عن التصويت وأن تتخذ خطوات جادة. نحتاج رئيس الوزراء والحكومة وقادة الحزب العمال أن يقفوا عن لا يقفوا مكتوفين الأيدي ويطالبوا بوقف إطلاق النار ويفعلوا هذا الآن. هم يقفوا مكتوفي الأيدي سيدة كلوديا أم أن لهم مصالح في عدم وقف إطلاق النار؟ هل أعطي سؤال؟ نعم، أتحدث عن أنك ذكرت أن الحكومة وأيضا حزب العمال يقفون مكتوفي الأيدي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، هل يقفون مكتوفي الأيدي؟ هل يملكون ما يفعلونه أم أن لهم مصالح في عدم وقف إطلاق النار؟ أنا لا أعلم لماذا لا يطالبون بوقف إطلاق النار. أنا لا أعلم لماذا لا يروا الشعب الفلسطيني كبشر. لماذا لا يروا الشعب الفلسطيني كأشخاص يستحقون الحياة؟ لماذا لا يهتموا حول الأمهات والآباء والأطفال الرضع الذين يتعرضون لهذه المأساة؟ لماذا لا يسمعوا تلك الصيحات والبكاء والبكاء؟ لماذا لا يسمعوا تلك لا يروا تلك الأيدي تحت الأنقاض؟ لماذا لا يهتموا بما يحدث للشعب الفلسطيني؟ لا فقط أنا فقط أفكر أنهم لا يهتمون بالإنسانية، إنهم لا يهتمون بالشعب غزة. لماذا لا يقومون بوقف إطلاق النار ولا يطالبون بهذا؟ لأن الإنسانية لا تهم حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين. يجب أن نهتم بهذا ونراعي هذا، ولهذا إن الشعب البريطاني يتظاهر في الشوارع يطالب بوقف إطلاق النار. إن قادتنا السياسيين لا يفعلون ما يرغب به الشعب. نعم. إنهم فشلوا في التعبير عن رغبة الشعب، ولذلك يجب أن يستمر الناس في الشوارع. إن بريطانيا متواطئة في تلك المعاملة الغير آدمية للشعب الفلسطيني. سيدة كلوديا اسمحي لي. نعم. اسمحي لي. هذه النبرة التي تتحدثين بها والتي بها الكثير من التفهم لما يحدث في غزة وحقيقة المواقف، إلى أي مدى هي نبرة منتشرة بين السياسيين في بريطانيا، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ما تقدمت به أنت وعدد من السياسيين من شكوى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب؟ جدوى هذه الخطوات من وجهة نظرك؟ لدينا قرار قد تم وضعه في البرلمان في بريطانيا يطالب بوقف إطلاق النار، وأيضا يطالب بوقف إطلاق النار دائم. لدينا مشروع هذا القرار، حوالي أكثر من 100 عضو في البرلمان قد وقعوا على هذا. لقد قمت بالتوقيع على هذا المشروع. لقد هناك 600 آخرين في المملكة المتحدة. نحتاج أن نرى مزيد من البرلمانيين يوقعون لأجل وقف إطلاق النار ويوافقون على هذا الأمر. إنه الأمر محبط ومخجل. عدد الأرقام الذين من البرلمانيين الذين لم يضعوا أقلامهم على الورقة الخاصة بهذا المشروع للتوقيع على وقف إطلاق النار. أتمنى أن يتغير هذا وأن يكون هناك مزيد من البرلمانيين الذين يضغطون على قادة أحزابهم للمطالبة بوقف إطلاق النار. لا زال هناك المزيد لفعله، ومن الواضح أننا يجب أن نتأكد أن يوجد رد فعل دولي. أرى أن المملكة المتحدة وحكومتها هي متواطئة في توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقوم بها قتل الأطفال والناس في غزة. نعم. إن البريطانيون يقومون بتصنيع الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل
لقتل المدنيين في غزة. أرى أن هذا سيء للغاية، ولهذا نحن نطالب الحكومة البريطانية أن تقوم بمحاسبة نفسها. لماذا تقوم بصنع الأسلحة التي يقتل بها هؤلاء الأطفال؟ سيدة كلوديا، أخيرا وسريعا، تحليق الطيران البريطاني فوق غزة للعثور على أي محتجزين أو أنفاق، إلى أي مدى بريطانيا منخرطة عسكريا في هذه الحرب؟ سريعا. The flying of British planes. هل تقصدي الطيران؟ نعم، أتحدث عن الطيران البريطاني والذي يحوم في شماء غزة. الأسلحة، والطيارات البريطانية، كل هذا لا يجب أن يحدث. نعم. لا يجب أن نقوم بتوفير الأسلحة وأن نقوم بتوفير المعلومات والمعدات ليتم استخدامها من قبل إسرائيل في غزة. هذا غير مقبول، ولقد قمت بسؤال بعض الأسئلة للحكومة البريطانية لتسأل نفسها لماذا تقوم بتوفير تلك الأسلحة؟ إن تلك الأسلحة تستخدم على الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث هنا عن الإنسانية، نتحدث عن إنهاء تلك الحرب ضد الإنسانية. نحتاج أن يحل السلام. شكراً يا سيدة كلوديا ويب، شكراً جزيلاً لك، عضو البرلمان البريطاني من لندن، شكراً جزيلاً. أعلنت صحيفة أكسيوس الأمريكية عن توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير تفيد إخماد حريق نجم عن انفجار نشب على متن السفينة على بعد 30 ميلا بحريا جنوبي غربي المخا في اليمن. وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أشار إلى أن صاروخا باليستيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في مضيق باب المندب. كما أوضح المسؤول الأمريكي أن المدمرة البحرية مايسون انطلقت في طريقها لمساعدة السفينة المتضررة. كانت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري قالت إن سفينة حاويات مملوكة لشركة سويسرية وترفع علم ليبيريا تم استهدافها أثناء تحركها شمالا على بعد حوالي 22 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني. ورجحت الشركة البريطانية أن تكون سفينة الحاويات قد تلقت تحذيرا من جماعة الحوثي اليمنية بعدم المرور عبر البحر الأحمر، وهو ما دفعها للإبحار باتجاه الشمال وتغيير مسارها 180 درجة بعد نحو 30 دقيقة لتبحر جنوبا باتجاه مضيق باب المندب. كانت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية أشارت في وقت سابق من صباح اليوم إلى ورود تقارير عن حادثة على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي غربي ميناء الحديدة اليمني. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، شكرا لك داليا. شكرا لك شيماء، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بعد دقائق تلتقون مع همام مجاهد ومتابعة إخبارية جديدة على رأس الساعة، إلى اللقاء.